دوزناها جورنية شابة بزاف في الشريعة، طلعنا في كما نقولوا في اعلى تاع الشريعة، واش كي كنا طالعين شفنا واحد البلاكا تاع ممنوع نديروا شوا في الشغل لهنايا، عجل الحال حائق عجل، وحنا التزمنا بهذا الشيء. كما نقولوا امتنعنا شوا درنا في الدار، ممكن نوضوا نرفضوا كما نقولوا المخالفات اللي درناهم. فيما يخص النيران، احنا اليوم على كل حال نشكر الجميع المواطنين اللي هم يحبوا الغابه ويدوروا في الغابه، اللي هم التزموا يعني التزموا حقيقه، وعرفوا باللي كاين دي فوا وين يشعلوا نيران تاع الماكله تاع الباربيكيو هذا، ودي فوا يطفيوها يعني بن حسن النيه، ويقعدوا دي زيتانسال هكذا، يقعد نيران هكذا مخفيه، هذيك تقدر تدير كوارث كبيره، ونطلبوا من الناس يتفاداو هذا الشيء هذا تاع الباربيكيو. ولايه البوليده اللي خرج قرار يعني منع التجول في الغابات من 10 تاع الليل الى 6 تاع الصباح في هذه المده تاع 3 شهور اللي جايه. لماذا؟ ليتفادى كاع المشاكل تاع النيران، ودفاع على الغابه، ودفاع ايضا على المواطن اللي يكون في الغابه. ليزامي دو شريعه نقوموا بزاف نشاطات، ومنها مادام ذكرنا في موسم الصيف نديروا تاع ضد الحرائق، مكافحه الحرائق، ندوروا في الغابه نديروا دوريات تاعنا كيما دوك هذو اليامات تاع العيد، انا نقعدوا حتى 4 تاع الصباح، حنا ندوروا في الغابه هكا باش نوعيوا الناس، الناس اللي راهم يديروا لي بيفواك في الليل في الغابه وقاعدين يشعلوا دي باربيكيو نار هكا كيما نقولوا حنا كوانن باش يطيبوا منايا، ومن بعد هما يرقدوا، كاين اللي يرقد ويخليها، وكاين اللي يخليها ويروح وكذا، فما يجيبش خبر. ومن بعد هذاك النار هذاك هما باسكو مادام يكونوا داخل قلب الغابه هذا يتسبوا في الحرائق تاع الغابه بلا ما يجيبوا، هما بلا كاين اللي بلا ما كيما يقولوا حنا بلا ما يشعر، وكاين اللي يديرها تعرفي بالعاني، ويقطعوا ثاني كاس جرام، يقطعوا زجر اخضر ثانيك، انا نوعيهم عليه، صبناهم بزاف، ينحيو الناس كي اللي يجي ما يعرفش وما يسيب بلاصه ما يسوش فيها الحطب، واش يدير؟ يقطع عرف تاع هكا ما داداش حمسنا وهي عايشه، يجي يقطع لها عرف اخضر باش يشعل به الباربيكيون تاعو ويروح عليه. حنا ماذا بينا نقول نداء لهذا المواطنين، هذه الغابه وهذه الحاضره هذه تاع المواطنين الجزائريين كاع، مش تاعنا احنا. ماذا بيا شغل يكونوا يجيو يقعدوا بنظام، يهدوا يجيو يديروا الديفاك تاعهم يبات، يخلي بلاصتو نقيه، ما يرميش الفضله تاعو، زيد كيش على النار، ماذا بيا ينقي المحيط اللي يكون حد يجعل فيه الباربيكيو تاعو، ينقيه مليح ويعس النار تاعو الماء. حنا مادام دوك منعوها تما ما يديروهش كاع، باسكو علاه؟ واحد خسرها كيما يقولوا حنا على 100، كاين اللي يعرف يعرف فاش يشعلها ويعرف كيفاش يحافظ عليها، كاين اللي ما يعرفش. حنا تن مولات هكايا ولينا شغل نمنعوها لهم قاعدين، وحنا كشغل حنا كيما حنا كان لي زامي ديال شعرنا ندورو ونشوفو واش شفنا واش لاحظنا، بزاف 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 النار تثبت من هذوما تاع لي باربيكيو هذوما، وكي قلنا لهم بلي يودي لي باربيكيو هما اللي راهم يتسبوا في الحرائق هذوما اللي فاتوا تاع العامين هذا اللي فات، الحرائق اللي كان هنا لتحت تسبب بسبب باربيكيو، كي قلنا لهم وهدرنا معاهم قال لك كيفاش باربيكيو يشعل غابه؟ يبون مال، احنا عندنا دليل وعندنا بروف باللي يا ودي الباربيكيو هو اللي يشعل الغابه.